تصريح المواس قبل أيام لبرنامج كورة قال هذا موسمي الأخير مع الشرطة. أولا أخذ رأيك بالموضوع كفكرة لاعب مهم مؤثر مع القيثارة لسنوات. شوف، هو كل الاحترام والتقدير لمحمود المواس، من اللاعبين الجيدين جدا، من اللاعبين اللي ضافوا الفريق الشرطة، بس أنا نصيحتي إليه من أخ أكبر من عنده، ما عليه أنه يستمر مع فريق الشرطة، يعني مرتاح نفسيا ماديا، مستواه الفني يعني جيد جدا، دي ساعد فريقه بشكل كبير، حب الناس إليه هاي ما تلقاها بأي مكان. اليوم صار أكو هتاف للمواز، قالوا له أبقى، اعتراض على مواقع التواصل الاجتماعي بعد النشر قالوا مستحيل مفرط به، يعني أكو محبة وقبول من الجمهور. ونفس الشيء هو خلى بصمة مع فريق نادي الشرطة، مع الإدارة، مع الكادر التدريبي، مع الجمهور، يعني عليه أنه يفكر إذا أراد يترك فريق الشرطة عليه أنه يطلع خارج العراق، ما عليه أنه يروح يلعب أي فريق محلي، صعبة. هاي نصيحة؟ نصيحة من أخ، إذا ردت أنه أنت قررت وفكرت أنه أنت تريد تترك فريق الشرطة، عليك أنه تخرج تلعب بأي دوري ثاني برا العراق. برا العراق، مال أنت تترك فريق الشرطة وتروح لأي فريق ثاني صعبة. ما راح أنا محترف صح، بس مو هو الأجواء والحياة اللي صارت له، وال يعني الشوه اللي أخذه من فريق الشرطة، بالإضافة لمستواه الفني اللي ساعده، مجموعة اللاعبين المحيطين به خدموه، لاعب ممتاز، لاعب مجتهد، تعب على نفسه، حصل مع الشرطة هداف الدوري، وأيضا حصل على لقب هداف الدوري، عقده اللي موجود مع فريق الشرطة يعني ساعده، الإدارة ساندته، الجمهور سانده، كثير من الأمور الإيجابية اللي خلت محمود المواس رقم واحد بين المحترفين. فنصيحتي إليه من أخ، إذا أراد أنه يترك فريق الشرطة عليه أنه يروح غير دوري، وبالأصح أو الأصح إليه والأنسب إليه أنه يبقى مع فريق الشرطة، أموره ماشي بالسيفتي، ماشي يعني بالطريق الصحيح، أمور إيجابية كثيرة موجودة إليه من خلال إدارة نادي الشرطة حسب المعلومات اللي عندي، مستقر مع الفريق، علاقته باللاعبين جيدة، علاقته مع الجمهور جيدة، أموره المادية وعقده المادي يعني جيد بالنسبة للمحترفين، فعليه أنه إلا إذا جاء عقد ماديا أعلى من فريق الشرطة فأنا معه. زين، عطفا على الجولات السبع المتبقية، هل انحصرت المنافسة؟